5/2/2023. حقيقة معاناة الأولاد تتمنى أنها تكون فيك ولا فيهم، ولكن الحمد لله على كل حال القرار في عملية معينة إلى ابنك شيء صعب. حبيت أشارككم هذا الموضوع، يمكن يستفيد منه البعض، لأن العديد يعاني من هذه المشكلة وتختلف حدتها من شخص لآخر. بتكلم في حدودي طبعا، أنا مو طبيب، ولكن بتكلم عن تجربتي، يعني شلون كان يعاني الولد وشلون صار بعد العملية وحاليا شلون وشلون أخذنا القرار للعملية، وبعرض بعض الفيديوهات قبل وبعد العملية. والله يبعد عنكم وعن جميع أحبابكم كل شر وبلاء. حمود من كان صغير وكان عمره أشهر عرفنا أنه فيه الشحمية، وبعد فترة عرفنا أنه أيضا عنده اللوز واللي تتضخم إذا سخن، طبعا هذه اللوز تكون في الحلق في الحنجرة. الدكتور خبرنا أن البعض يكبر وتتحسن عنده هذه المشكلة، ولكن إحنا لما وصل سنتين شفنا أنه ما زال يعاني من نفس المشكلة، ولذلك واصلنا على المواعيد مع المستشفى الحكومي ومع الاستشاريين، وكان كل موعد يخلينا نقترب من أن نخبرهم بالعملية، يعني إحنا نحتاج هذه العملية ونصر عليها. مستعد اليوم الأبرة اللي ضربك إياها الصبح عورتك صيحت لما صيحت؟ المشكلة أننا بعد ما أخذنا قرار نسويه العملية جت كورونا وتوقفت العمليات وصار عنده تحسن، وتوقعنا أنه مثل ما قال الدكتور أن البعض يكبر وتتحسن عنده هذه المشكلة وتكون أخف ويمكن ما يحتاج إلى العملية أصلا، وتجاهلنا المتابعة الحثيثة، ولكن كان يعاني إذا صار عنده احتقان أو سخن، يعني لما يسخن تشوف أنه يكون عنده تنفس صعب، وبعد فترة شفنا أنه زادت عنده المشكلة، وكان عمره 5 سنوات، يعني قبل أشهر قليلة، لأنه حاليا ما زال عمره 5 سنوات بيدخل السادسة، وقررنا نتابع موضوعه بقوة وأصرينا على العملية. وللأسف عندنا المستشفى مواعيدهم بعيدة، ونتمنى أنها تتسهل الأمور وتكون أسرع. كنا نقعد بالليل لأن نحس يختنق وشيء صعب تعرف تنام، يعني لما تقعد من النوم وتشوف ولدك بهالحالة مو قادر ينام شيء أكيد أنك صعب عليك أنك ترقد بعد، رغم أن ملتزمين بالأدوية والوصفات الطبية، ولكن بعد كان جدا سيء، وكنا نخاف أنه يصيده احتقان لأنه طبيعي ما ينام نوم طبيعي، وكان أحيانا يوصل للترجيع. وبعد محاولات عديدة اتصلوا لنا المستشفى للموعد، وكانت العملية في الإقامة القصيرة تنويم كامل، ولكن في نفس اليوم يتم ترخيصه، والبحرين تمتلك خبرة كبيرة في هذه العمليات، لأن كل يوم عندهم أكثر من شخص يسوون له مثل العملية. هذا حمود بيدخلون العمليات بعد شوي في المستشفى، لبسوا ثياب مال الغرفة، صارش حلاوته. زين مستعد انت حمود؟ ها مستعد اليوم الأبرة اللي ضربك إياها الصبح عورتك صيحت لما صيحت؟ الحمد لله تمت الإجراءات ودخل العمليات، وانتظرناه ما يقارب 3 ساعات، وبعدها قدرنا ندخل له غرفة الاستفاقة بعد العملية، وكان ما زال متخدر ومو في تركيزه مو في وعيه الكامل. حمود تعبان نمت واجد؟ وبعدها أخذناه للجناح مع الأطباء أو الممرضين، وقعدنا لين اطمنوا الأطباء عليه، وطبعا نمت وياه شوي من التعب. بعد ما اطمنوا الأطباء عليه أخذناه للبيت، وكانت النصيحة من الأطباء أن أول يوم يأكل أشياء لينة وباردة مثل الأيس كريم والزبادي والروب، وشوي نخلي معاهم الخبز أو رز لين. وأول يوم فعلا كان راقد بدون أي صوت، يعني فرق شاسع، وش قد استانسنا لما شفناه راقد بهالأريحية اللي ما تعودنا نشوفه ينام بهالطريقة.
في اليوم الثاني بدينا نخليه ياكل، ولكن بحذر وما يقرب للحار أو الخشن. واليوم الثالث نفس الشيء، وبعد اليوم الثالث خليناه ياكل كل شيء براحته حسب ما طلب الدكتور. ولكن كان أول يومين أحسن من اللي بعدهم من ناحية الألم، وشفناه يرفض الأكل ولكن نصر عليه ونحاول، وكذلك نعطيه الأدول والبروفين وينشط شوي، وبعد 12 ساعة يرجع يشتكي من الألم. وحقيقة الدكتور طلب مننا أن نجبر على الأكل وما نخليه على كيفه، وأن هذا الشيء طبيعي. صوته كان مختلف بعد العملية وصاير على قولتنا مخنخن، وقلنا طبيعي بعد عملية في هذا الموقع أنه يكون بهذه الحالة. للأسف بعد أسبوع تقريبا ما حصلنا بروفين في جميع صيدليات البحرين، وحتى لما رحت للسعودية طلع عندهم نفس المشكلة، واضطرينا أن نستمر عليه بالأدول كل 6 ساعات نعطيه أدول. وبعد 10 أيام تقريبا شفنا فيه بياض داخل الحنجرة وكأنها طبقة كبيرة، وخفنا أنه يكون فيه شيء. ولما تواصلت مع الأطباء خبروني أنه طبيعي، وهذه أعتقد طبقة، اعتقاد مو شيء طبي، أنا أقول لكم إنما أعتقد أنها تكون طبقة على الجرح، إفرازات طبيعية تحمي الجرح، وخبروني أنها طبيعية وبتسقط بروحها. وفعلا بعد 5 أيام أو 2 أسبوع من بعد العملية طاحت هذه الطبقة، وتحسن صوته اللي كان ضعيف بسبة هذه الطبقة تقريبا. وبدأ وضعه يتحسن، والحين الحمد لله صار وضعه ممتاز. يعني لا تخاف على ولدك باكر، لو سويت العملية وشفته تعب وكذا اهتم تعطيه أدول وبروفين إذا كان متوفر. أعتقد البروفين واجد كان يغير عليه، واسبوعين إلى 3 بتشوف ولدك إيش حلاوته. والله يبعد عنه وعنكم كل شر، وأتمنى أنكم تستفيدون من تجربتي. والله يبعد عنكم كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروح البيت. متى تبغى حينه؟ شايفة ما راح تنمت أنت؟ عشان نقول بيات يخلونك تبيت شوية ويجيبونك، يصير بيات في المستشفى. تالي بتقعد بتقول أوه نمت، بيخلونك تنام، يخلونك تنام بسرعة بس لك تريد تنام.